قاعد يوم بتكتشف انك تراب، انك عدم، انك مشي، وانك ما حدا بدونه. ويا ريتك بتكتشف انه اراد يكون معك حتى انت فيه وهو فيك. تبلش تشارك بحياة الله وما تبقى انسان محدود واخر حدود له الموت. من هيك وقت اللي بتجي وبتركع قدام الكاهن، أول شغلة عم تعملها عم بتكون حقيقة ذاتك. وقت اللي عم تعترف بمحدودية إنسانيتك عم تعترف إنه مش أنت الإله الواحد، هو الإله الواحد. عم تعترف مش بذنب، عم تعترف إنك طلعت من حقيقتك، طلعت من هويتك، البست ثوب مش إلك، سرقته سرقة، مع إنه هيدا الثوب ثوب الألوهة ومجد الألوهة الإله، إلهك يسوع المسيح مهيّلك إياه ببيت بيو، مطارح كتيرة، وانت كمان لك مطرح. بس هو بيجي وبيرافقك بمشوارك صوب هالمطرح، مش وحدك. يوم اللي بتركع قدام الكاهن وبتقله انك قررت تكون سيد على ذاتك وعلى الآخرين، وبالتالي نكرت ربوبية الله عليك وعلى الآخرين، ساعتها مش بس بتكون اعترفت بحجمك الحقيقي، ساعتها بتكون اعترفت له أنه عم بيلبسك ثوب المجد. يوم اللي بتركع قدام الكاهن وبتقول له باركني لأني خاطئ، بتكون عم بتقول له باركني لأني مجرد إنسان، مش أكتر من مجرد إنسان. باركني لأني بعرف إنه يلي هو الله رح بيصيرني أكتر من مجرد إنسان، أو بالأحرى رح معه صير أكتر من مجرد إنسان. اعترف له بألوهيته، اعترف بإنسانيتي، واشكره على دعوته، لأنه قال لي توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. أمين.